كانت مجرد نشوة في البداية ليفربولية عن طريق الوسط ارتباك من ليفربول. الليفر كأنه لم ينطلق في المباراة بهذه البطاقة والورقة من القمة. سيصل إلى فينال كيرل، حقق الملوك 4 انتصارات تواليا. الميرينجي انتصر بآخر 3 لقاءات. جونيور كنترول رائع، يمشي فينيسيوس التمهيد والأحلى، مودريتش وفي خط، حط الكرة مندي، مندي بالرأس، فينيسيوس جول، دفاع انطلاق بالمرتدة، يلعب الكرة جونيور، فينيسيوس يعدي فابينيو، فينيسيوس السهم، يمشي على رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير. طويلة وين الهربة، حتى قدام راسه ولعها جول للميرينجي، 1-0 للميرينجي، جيبوا الحماية جيب. كروس، ما هذه التمريرة يا كروس، أنت معلم دك بين ساقيك، واحد بلاش للزراسه، حل عينيه، قال له أهرب اجري راهي عندك. ألماني ابن ألماني، العب له الكورة بالمقاس، كأنها البي ام. ستار الثاني يضرب الكرة والهدف الثاني. كازيميرو شوف الدويل، ينطلق الهجوم المعاكس، فينيسيوس مشاعد بوم بالكونتر، هرب فينيسيوس، الهربة من كريم، الدخلة من فينيسيوس، 1-2 مودريتش خطيرة، والهدف الثالث للريال مدريد. الترسانو ديل مير، تمريرة حاسمة، سيس في 3، مدافع ضايع، الدفاع مش موجود، لذلك قلت فما هدف. الـ4-1، الـ4 قريبة يا ليفربول. هبلة مدريدية، الرباعية. الليفر اعتقد يلزم يعني يا جونيور، البنك بتاع الريال اقوى. شوف الهربة، والكرة بنزيما، الهدف، شوف الفرصة، لا يلام الحقيقة. فيليبس او كباك، نقطة وطنش كلا واعين. يرجع الريال بالكونتر، يمشي فينيسيوس صايب كرة، فينيسيوس 4 محاولات، 2 على المرمى، وبزوز هدف. عالم اليوم فينيسيوس.